السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سيطرت قوات الجيش الوطني على أجزاء واسعة من جبل مرثد الاستراتيجي في محافظة مارب. وقال مصدر ميداني إن الجيش سيطر على الأجزاء الشرقية من جبل مرثد الاستراتيجي في مديرية صرواح بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأهمية العسكرية للمناطق الجبلية في محافظة مارب، وماذا يعني وصول الجيش إلى هذه المناطق. بوتيرة متصاعدة تعود مجدداً المعارك في محافظة مارب، معارك لم تهدأ منذ أشهر ولا تزال تشهد تطورات متلاحقة. فبعد مواجهة وصفت بالأعنف شملت مناطق عديدة في المحافظة، تتمكن قوات الجيش من السيطرة على أجزاء واسعة من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيا. هذا التقدم يأتي في الوقت الذي ما زالت تحاول فيه قوات الجيش إحكام سيطرتها على الجبال الاستراتيجية المطلة على مديرية صرواح من الناحية الشمالية، والذي إذا ما تمت السيطرة عليها فإن ذلك يعني تقليص قوة الميليشيا والتوغل أكثر في طريق صنعاء. نتابع مشاهدينا التقرير التالي، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. معارك صرواح جبهة مشتعلة ما إن تتوقف حتى تعود من جديد، جبهة استنزفت الكثير من الجهد والرجال، تحتل أهمية كبرى في الاستراتيجية العسكرية والسياسية. التحولات الكبرى في جغرافيا الصراع في صرواح وما حولها من شأنه التأثير على كامل المشهد العسكري شمالا باتجاه صنعاء، أو شرقا بهدف قطع طرق الإمداد عن الميليشيا في خط صنعاء. بعد اشتباكات دامت عدة أيام في مأرب وشملت أجزاء واسعة من المناطق الجبلية، ها هي قوات الجيش هذه المرة تعلن تمكنها من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل مرثد الاستراتيجي. جبل مرثد الذي يقع في المناطق الأكثر اشتعالا ويحده من الغرب جبل هيلان وجبال صلب من اتجاه الشرق، يعد بمثابة العمق الاستراتيجي للتقدم في جبهتي المخدرة وجبهة صرواح، كونه يطل عليهما بشكل مباشر. كما أن السيطرة عليه بحسب مصادر ميدانية ستمكن قوات الجيش أيضا من قطع أي إمدادات للحوثيين نحو جبل هيلان المطل على المحافظات من الناحية الغربية، والذي يخضع لسيطرة الميليشيا بشكل كامل ويستخدم لقصف المدينة. وفيما تعتبر جبهة المخدرة واحدة من أقوى جبهات الحوثيين في مأرب بعد صرواح، فإن الوصول إليها يعني السيطرة على خط الإسفلت الممتد من مأرب إلى صنعاء من الناحية الشرقية، وخط الإسفلت الممتد من مفرق هيلان إلى منطقة بني حشيش المحاذية لصنعاء. هي إذن معارك النفس الطويل التي تشتد وتيرتها منذ أشهر في هذه المحافظة، معارك لا تتوقف عند جغرافيا معينة ولا يختصرها زمان محدد. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من مأرب العقيد طالب بركم قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 13 مشاة. سيادة العقيد مساء الخير. مساء النور والعافية. سيادة العقيد، معارك عديدة في منطقتي صرواح ومخدرة، إلى أين تمضي المعارك وهل تمكن الجيش من إحراز تقدم يذكر في تلك المناطق؟ مرحبا وسهلا. أولا نرحب الصوت الحر قناة بلقيس، أهلا بك، الذي دائما تنصاع إلى الحق والصواب في كثير من القضايا الحقوقية، وكل عام وانتم بخير مؤخرا على عيد الفطر. وأنت بخير. بالتأكيد هناك تقدم الجيش الوطني في كثير من المحاور على امتداد الجبهة، برغم أن امتداد الجبهة واسع وطويل جدا، إلا أن هناك تقدم في كل المحاور، ولكن الأكثر تقدما هو في المخدرة الذي هي شريان امداد العدو وصلة همزة الوصل ما بينه وبين صنعاء وغير ذلك. نعم. هناك تقدم والحمد لله والأمور تشير إلى خير ولا زالت العملية. لكن سيادة العقيد دائما ما نسمع بين فترة وأخرى تقدم في نهم، تقدم في صرواح، ما الجديد هذه المرة؟ أخي العزيز، طبيعة الأرض والجغرافيا والمساحة الطويلة وامتداد الجبهة والتضاريس لها دور رئيسي جدا جدا، وعلى وجه الخصوص لمن هو فيها عامل بشكل مباشر. نعم. صحيح الإعلام يتكلم عن التقدمات ويتكلم ويتكلم، والذي ليس الذي لا يعرف طبيعة الأرض والمعارك التي تدور فيها والمساحات والتلول والأودية والجبال وغير ذلك
بالتأكيد أنه ولذلك نريد الصورة أن تكون واضحة لدى المشاهد سيادة العقيد. يعني قاربنا على العامين في هذه الجبهات، يعني كما تحدثت أن الإعلام دائما ما يتحدث عن تقدم في هذه الجبهات، لكن الإعلام لا يعرف الطبيعة الموجودة في هذه المناطق، وهذا ما نريد استيضاحه منكم. التضاريس كما قلت لك تضاريس صعبة جدا، والمسافات طويلة جدا، والجيش الوطني متحلي بالانضباط وتوجيه القيادة العليا. لكن هل المشكلة سيادة العقيد يعني متعلقة بالتضاريس أم بالقرار السياسي؟ والله دي كلا الحالتين، كل منهما مصاحب للآخر. العملية في حالها تكون مستمرة، التضاريس وعره وطويله ومسافات بعيدة وامتداد الجبهة طويل جدا. إضافة إلى ذلك القرار السياسي والقيادة العليا هي من يحرك الجيش الوطني، وهي من يتخذ القرار في حين الحركة وفي حين ركود العمل. في كل الحالات هذه الحالتين مصاحبة لبعض. نعم، يعني اليوم أو يوم أمس هناك الأنباء تتحدث عن السيطرة عن جبل استراتيجي وهو جبل مرثد، ما الأهمية لهذا الجبل؟ وهل جاءت عملية السيطرة على هذا الجبل من قرار سياسي لتحرك المعارك هذه المرة بشكل أكبر تجاه صنعاء؟ والله الجبل هذا في المخدرة، والجبل هذا يحظى بأهمية كبيرة جدا، الذي تطل على منها أجزاء من الإمداد للعدو، ومنها أن الجبل استراتيجي، الجبل هيلان، في نهاية جبل هيلان تبقى مهمة جدا، تعزز العدو للسيطرة والبقاء، لكن تمت السيطرة عليها. أيضا الجبل هذا له بعد استراتيجي على تحرير مدينة صرواح وما إلى ذلك، فأهميته منها عملية كيف إعاقة الإمداد للعدو، ومنها كيف أنه هو مسيطر يعني ذات بعد على أجزاء من هيلان، يؤثر على العدو في هيلان ويؤثر على العدو أيضا في نعم. محور صرواح، مدينة صرواح. نعم سيادة العقيد، معروفة هذه المناطق بكثافة المرتفعات الجبلية، ما هي نسبة سيطرة قوات الجيش الوطني على هذه المرتفعات؟ يعني بمعنى هل قوات الجيش الوطني مسيطرة على النسبة الأكبر من هذه المرتفعات أم ما زالت قليلة؟ يا أخي هذا السؤال بلا شك أنه الجيش الوطني سيطر على نسبة عالية جدا من هذه المرتفعات التي كانت كلها بأيدي العدو، والمسألة مسألة نسبة بسيطة من جغرافيا مارب حتى أنه ينتهي منها ويدخل في إطار جغرافيا صنعاء. بالتأكيد التقدم غير عادي في هذه الفترة من الجيش الوطني لتحرير هذه الأودية والسهول والتباب والجبال، هذه الوعرة والصعبة جدا على الجيش الوطني، إلا أن هناك إصرار وعزيمة وقدرة على أنهم يتحدوا الصعاب هذه، على تحدي الصعاب والمعوقات إلى الأمام والتحرير الكامل. ففي هذا السؤال طبيعي جدا أنه لم يتبقى العدو غير ما يعادل نسبة بسيطة جدا. يعني نفهم الآن أن المعارك ما زالت في المرتفعات الجبلية التي في إطار حدود محافظة مارب. طبعا اللي هي تعتبر سلسله جبليه من بعد هيلان الى صنعاء، تعتبر سلسله جبليه متكامله يعني او مترابطه، فهي كلها تعتبر سلسله جبليه لا خلاف على ذلك. التقدم والذي هو يعني نوعا ما هي جغرافيا مارب، نحن على مشارف تطهير جغرافيا مارب باذن الله تعالى والدخول في اطار صنعاء وما حولها. نعم سيادة العقيد، فيما يتعلق ذكرت هنا جبل هيلان وأيضا صرواح، هذه المناطق كان قد تم السيطرة عليها مسبقا من قبل قوات الجيش الوطني، ما الذي حدث بالضبط؟ والله شوف، هو التطهير الكلي لم يكن موجود يعني بشكل كلي صحيح، التطهير إلا تمت الإخلاء كثير كثير جدا جدا، والتسميات جبل هيلان لأن يكون جبل مستقل أو جبل ذات بعد صغير أمتار معدودة، الجبل يعني يأخذ مسافات كذا كذا كيلو في كذا كذا كيلو بالأرقام، مسافة بعيدة. أيضا فيه باقي بعض الشيء في بعض الأماكن، لكن
التبة الشرقية في جبل مرثد هذه تعتبر آخر معقل ما بين هيلان وجبل مرثد للعدو، ولم يتبقى لها شيء في هيلان. صرواح لم تطهر كليا يعني كليا، لا زالت هناك خبايا ولا زالت هناك تظهر أحيانا، من يعني يوجد بعض الأشياء على في بعض الأماكن. من الطبيعي جدا أنها تحصل أو تظهر هذه المعوقات، لكن الجيش الوطني على مسار في سياق واحد للتصفيه في كل الحالات. نعم، إذن أشكرك جزيلا العقيد طالب بركم قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 13 مشاة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من محافظة مارب القيادي في دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني مانع سليمان. سيد مانع، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد مانع. يعني عديد أو معارك عديدة تدور في المناطق الجبلية في مارب، ما هو الجديد هذه المرة وأين وصلت قوات الجيش بالضبط؟ قوات الجيش في البارحة يعني تستكمل السيطرة على جبل مرصد الاستراتيجي. نعم. والذي بالسيطرة عليه أو باستكمال السيطرة عليه سيتم السيطرة على أهم خطوط الإمداد للإنقلابيين والميليشيات الإنقلابية القادمة من اتجاه حريب نهم بني حشيش إلى جبهة كل من هيلان وصرواح والمخدرة. نعم. وهذا الخط خط الإمداد هو أهم خطوط الإمداد للميليشيات الإنقلابية، حيث أن هذا الخط يعتمد في مساره على طبيعة الجغرافية التي تحميه من الاستهداف مدفعية الجيش الوطني والطيران طيران التحالف، وجعل هذا الخط أو هذا الجبل جعل المعركة تسير مسار معركة الأمشاط المتشابكة، ما يعرف عسكريا الأمشاط المتشابكة، حيث تداخلت المواقع التي يسيطر عليها أبطال الجيش الوطني مع المواقع التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية. ولو قرأت الجغرافيا وتأملت فيها، الجغرافيا العسكرية التي تدور فيها المعارك هذه الأيام، ستجدها جغرافيا متداخلة، حيث وأن في الوقت الذي أبطال الجيش الوطني يسطرون أروع الملاحم والانتصارات في مديريات النهم الواقعة تحت المنظومة الإدارية لمحافظة صنعاء، ستجدهم في نفس الوقت وفي ذات الوقت يقومون أو يخوضون معارك شرسة على جبل هيلان وجبل مرثد والمخدرة، والتي لا تزال من جغرافيا مارب. والسبب هو يعني سيطرتهم على جبل مرثد. الآن بالسيطرة على جبل مرثد يعني تم تطويق كل من جبهة المخدرة وقطع خطوط الإمداد على جبهة هيلان، بل ربما يعني لن أكون مبالغ إن قلت أنه باستكمال السيطرة الكلية على هذا الجبل الاستراتيجي سيتم طي جبهة هيلان طيا كاملا، بحيث أنه لن يكون. لكن سيد مانع، جبهة هيلان التي نتحدث عنها اليوم كانت قد حررت سابقا. لا، هو المشكلة أن التناول الإعلامي في بعض الأحيان يسير مسار التهويل، حيث وأن السيطرة التي كانت في جبل هيلان، جبل هيلان تتقاطعه كل من قوى الجيش والميليشيات الإنقلابية تتقاطع السيطرة عليه. يعني جبل هيلان مساحته مساحة واسعة، يمكن يزيد مساحة جبل هيلان على 10 كيلومترات، وأبطال الجيش الوطني يسيطرون على أجزاء كبيرة منه، وفي تلك المعارك سيطروا على أجزاء كبيرة منه، إلا أن وجود الميليشيات في كل من المخدرة ومن جبل مرثد يعني توقف الزحف للجيش الوطني، لأن هذه المواقع هي مواقع حامية لما تبقى من مواقع جبل هيلان، فأخرت تلك المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية يعني كتكتيك عسكري وعسكري ذكي. واليوم بإذن الله يعني ستجدون أخبارا سارة أو اليوم أو غدا خلال الأيام القادمة ستجدون أخبارا سارة، فلن يكون مع تلك العناصر المتواجدة في ما تبقى من المواقع المطلة على جبل هيلان
إلا الفرار إلى جبهة صرواح، الانسحاب إلى جبهة صرواح، والتي سيتم تحرير ما تبقى منها في الأيام القادمة بإذن الله بحسب الخطة العسكرية المرسومة لدى الجيش الوطني وقيادة الجيش الوطني. أو الاستسلام والتسليم، وهو ما صنعه الكثير من عناصر الميليشيات الحوثية في جبل مرفد. وأنا أتوقع بأن الأيام القادمة ستحمل الكثير، حيث أن هناك ثمة يعني مؤشر من خلال ما حدث في الميدان الحربي خلال الأمس وقبل الأمس من استسلام لدى ما تبقى من عناصر الميليشيات الحوثية، يشير إلى أن ثمة توجه من قبل أولئك المغرر بهم إلى تسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني، وهم الملاذ، وقوات الجيش الوطني هم الملاذ الآمن لهم من الميليشيات الحوثية، لأن من سبقهم ممن كانوا يتراجعون كانوا مصيرهم إما إلى السجن أو القتل تحت مبرر تصفية الخيانة داخل صفوف الميليشيا. نعم، لكن سيد مانع، يعني هنا نتساءل نحن ويتساءل أيضا المشاهد الكريم، يعني مر ما يقارب العامين في هذه الجبهة، جبهة نهم وأيضا صرواح وهيلان وغيرها من المناطق، هذه المعارك خلال السنتين، ما يعني الناس يشاهدون أن هناك نوع من التعثر، أو لماذا يعني محافظة مأرب، المحافظة التي يعني أصبحت تحت سلطة الشرعية، لم تحرر حتى هذه اللحظة بشكل كامل؟ يعني حتى العقيد قبل قليل كان معنا، العقيد طالب بركم، يقول أيضا أن المعارك ما زالت في حدود محافظة مأرب ولم تصل إلى حدود محافظة صنعاء. ما الذي يجري بالضبط؟ يا أخي أريد أن أبين شيء، وهو يعني هنا هل المشكلة في طبيعة المعركة في هذه المناطق أم متعلقة بالقرار السياسي؟ المشكلة ليس ثمة مشكلة في الأمر، القضية أن هنالك خطة عسكرية وتكتيك عسكري مرتبط بالتدافع والفعل السياسي يعتمد النفس الطويل وينتهج الاستنزاف لهذه الميليشيات أكثر وأكثر من أجل الحفاظ على ما تبقى من 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 الأرواح وكذلك البناء الموجود داخل صنعاء أثناء اقتحام، أثناء تحرير صنعاء بإذن الله من الميليشيات الحوثية. نعم. يعني المسألة مسألة تكتيك. نعم، اليوم قطعنا ما يقارب يعني عامين في التكتيك سيد مانع، يعني متى سيتم التنفيذ؟ لكن لو قرأت أنت يعني المعارك التي تمت خلال العامين لن تتجاوز يعني الشهر، لو قرأت الأيام التي خاض فيها الجيش مع الميليشيات الحوثية. وهنا المشكلة، يعني المعارك تمت خلال شهر وإلى اليوم عامين ما زلنا في طور التكتيك، متى سيتم التنفيذ؟ التنفيذ بحسب الخطة العسكرية المرتبطة أو المتفق عليها مع أصحاب القرار السياسي وأبطال الجيش الوطني، لديهم الإمكانية والقدرة والكفاءة على يعني إحداث التحرير في اللحظة التي تقررها كل من قيادة الجيش الوطني ويعني القيادة السياسية المتمثلة برئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. يعني المسألة ليست عجزا، وهنا أيضا يعني ليس تشكيك في قدرات وبسالة أبطالنا في الجيش الوطني، ولكن نحن نتساءل والمشاهد أيضا يتساءل، يعني طال الحديث حول هذه الجبهة ما يقارب عامين ونحن في مسألة التكتيك، متى سيتم التنفيذ؟ هنا كان السؤال فقط، إنما دعني أسألك سؤال آخر. هناك من يتحدث أن أيضا هذه المعركة يعني أخذت بعد إعلامي غير البعد الاستراتيجي. لا، الإعلام هو مرتبط بالفعل على الأرض، ولا توجد لدى الجيش الوطني يعني مطابخ إعلامية ويعني خلق سيناريوهات مختلقة غير مرتبطة بالواقع. الجيش الوطني يعني ما نعانيه في قيادة في الجيش الوطني هو عدم وجود الإمكانيات الإعلامية التي تبرز يعني بطولات وأحداث المعارك الدائرة مع الميليشيات الحوثية على واقعها في الأرض، لأن الإعلام لا يظهر إلا القليل، يعني في الوقت الذي الميليشيات الحوثية تعتمد على الهالة الإعلامية التي يتم يعني التي يوجد لها مطابخ مركزية في بيروت وغيرها،
إلا أن الجيش الوطني لا يمتلك أي من تلك الإمكانيات، وكل ما تشاهدونه الجيش الإعلام المساند للجيش الوطني ما شاء الله شغال يا سيد مانع، ولكن القرار السياسي أو أن طبيعة المنطقة لا نعلم، هنا المشكلة فقط سيد مانع. إذن يا أخي معنا قناة بلقيس، لأن من يقوم عليها نخبة من شباب 11 فبراير هي التي يعني تصاحب بشكل فعال سير المعارك والتعامل مع أحداثها يعني بأكثر واقعية. أيوة، وكذلك بعض القنوات مثل سهيل ويمن شباب، وهي قليلة جدا يعني حتى ما يتم إعطاؤه أو إنفاقه في مثل هذه التغطيات الإعلامية لا يساوي شيء مقابل ما تنفقه الميليشيات في الجانب الإعلامي، وأنتم أدرى بهذا يعني مني، لكني أقول أنه لم تأخذ المعركة البعد الإعلامي أبدا، وإنما الإعلاميون حينما يرون المناصرون للجيش الوطني والمتفاعلون مع أحداثه التاريخية التي يحقق فيها انتصارات اليمنيين في أرض الواقع، يعني يقومون بدور لا بأس به وبدور بحسب الإمكانيات التي لديهم. وأنا بالنسبة إلي لست راض عن الأداء الإعلامي الرسمي الذي مرتبط بالقيادة السياسية والعسكرية يعني في تغطية وإبراز المعارك التاريخية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في كل جبهات اليمن. وضحت الصورة سيد مانع سليمان، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن الصحفي والإعلامي علي العقيلي من مارب. مساء الخير سيد علي. مساء النور سيد علي، باعتبارك أحد المراقبين للشأن العسكري في مارب، ما هي أبرز الإشكاليات التي تواجه قوات الجيش في مسرح العمليات، سواء من الناحية الفنية والإدارية أو الطبيعية؟ حياكم الله وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. أولا نهني الشعب اليمني بهذه الانتصارات التي حددها الجيش الوطني في جبهة المخدرة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، والتي أعادت للعيد نكهته وفرحته. ثانيا، ما تحدد من انتصارات ليس ثمرة وليدة في اللحظة، ولكنها بفضل الكفاح المستمر منذ سنتين والذي أنهك الميليشيا كثيرا وكبدها خسائر كبيرة. جاءت هذه الانتصارات في وقت الميليشيا فيه منهكة، ويعود هذا الانتصار بفضل الله ثم بفضل التخطيط والاستراتيجية. كانت المعارك والعمليات السابقة يعني تتحرك من أماكن وعرة مثل جبال أتياس والربيعة والمشجة، هذه معروف جبال شاهدة وعرة، ومناطق جنوب صرواح كانت وعرة، وكانت هناك معارك شرسة أشرس من تلك التي دارت في المخدرة، لكن عملية المخدرة حققت تقدم كبير. نعم، هذا التقدم يعني ما القيمة المعنوية للمكاسب العسكرية التي أحرزتها قوات الجيش خلال الأيام الأخيرة؟ ممكن تعيد السؤال؟ يعني هذه المكاسب يعني التي أحرزتها قوات الجيش خلال الأيام الأخيرة، ما هي القيمة المعنوية لها؟ هذه قيمتها كبيرة جدا. بالنسبة لجبهة المخدرة كانت تشكل خطر كبير على خط مارب نهم، وهناك كان شهداء عندما تذهب التعزيزات أو عندما يعود الجنود من نهم إلى مارب يتعرضون للقنف. الخط الرئيسي الرابط بين نهم ومارب يتعرض للقنف من جبهة المخدرة التي كان يتمركز فيها الميليشيا، ولكن الآن الحمد لله تم تأمين طريق مارب صنعاء كما تم قطع أمداد الميليشيا في صرواح. الآن من السهل أن يتم تحرير هيلان بدون عملية عسكرية وبدون حرب أو مواجهات، فقط عندما يكتمل قطع الطريق الأخير وهو طريق هيلان سوق صرواح، أما طريق وادي الضيق والطريقة التي كانت تصل بالإمدادات إلى الميليشيا في جبل هيلان باتت تحت سيطرة الجيش.
نعم، إذا واضح التصور. أما بالنسبة لجبل المرصد الذي تم تحريره فهذا جبل استراتيجي جدا ويطل على مدينة صرواح بشكل مباشر. نعم. من الجهة الشمالية، ومن خلاله من السهل تطهير المدينة وتحريرها. نعم، إذا أشكرك جزيلا الصحفي والإعلامي علي العقيلي من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي مانع سليمان قيادي في دائرة التوجيه المعنوي، كان معنا من محافظة مأرب، والشكر أيضا للعقيد طالب بركم قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 13 مشاة، وأيضا أشكر الصحفي والإعلامي علي العقيلي كان معنا من مأرب. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميل محمد عبد المغني، ومن جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.